أهلا بكم. أزمة في قطاع السياحة وأزمة بالنسبة للمعتمرين المصريين حصلت نتيجة لأن المملكة العربية السعودية وقفت تراخيص بعض شركات السياحة السعودية اللي كانت بتتعامل بالتالي مع شركات السياحة المصرية لإعطائها بعض التأشيرات علشان المصريين يتمكنوا من أداء العمرة. كتير جدا من المصريين، حوالي 85 ألف مصري، كانوا متعاقدين بالفعل علشان يسافروا يأدوا مناسك العمرة في شهر رمضان كما هو محبب لنا كمسلمين، لكن للأسف دول أصبحوا مهددين الآن بعد عدم وجود التأشيرات لامتناع هذه الشركات السعودية عن سوق العمل من الأصل واحتجابها، وبالتالي مش عارفين نحل المسألة ازاي. اجتمع الجانب المصري مع الجانب السعودي واحنا في انتظار حلول، لكن عاوزين مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع. من اجل ذلك بنستضيف النهارده الاستاذ هشام شوقي، مسؤول ملف السياحة بالمصر اليوم. اهلا بحضرتك يا فندم. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. اهلا بحضرتك استاذ هشام. نعرف بس القصة، ايه الأزمة اللي موجودة في مسألة العمرة بالنسبة للمصريين؟ هو اولا نحب اقول انه يعني اداء مناسك العمره ده مساله محببه للمسلمين بشكل عام وللمصريين بشكل خاص، بمعنى انه حتى المصريين، يعني انا هذكر رقم، احنا حتى هذه اللحظه منذ بدايه موسم العمره حتى الان احنا وصل لعدد حوالي 901,568,000 معتمر. يعني احنا بنهايه موسم رمضان ممكن نقفل المليون معتمر، مصر ممكن تقفل المليون معتمر اذا الازمه حتى الان حل. في 900,000 تقريبا راحوا بالفعل راحوا العمره، راحوا بالفعل وادوا مناسك العمره. وده مؤشر بيقول قد ايه مساله اداء العمره مساله مهمه جدا بالنسبه للمصريين. في بعض المصريين بيادوا العمره دي بشكل سنوي، بل انه العمره في بعض الاحيان يعني بقى في موسم جديد اسمه موسم نص السنه، يعني في اجازه نص السنه المصريين بتطلع تعمل عمره، وده ياخد ولاده في الاجازه ويروح بالظبط، بياخد ولاده واسرته وبيطلع يعمل عمره. وده كان واضح السنه دي في اجازه السنه، مثلا احنا كان عندنا حوالي في الاسبوعين دول بس ما يقرب من 200,000 معتمر خلال اسبوعين في اجازه السنه. وده غير بقى مولد النبي، دي العمره الشهيره، وغير رجب وشعبان ورمضان. بالظبط، هو الموسم بيبتدي من اول عمره مولد النبي وينتهي بالعشر الاواخر في رمضان. طب ده مقارنة بالدول الإسلامية الأخرى احنا مرتفعين بالنسبة لهم عشان عددنا ولا يعني علشان احنا عدد. بنحب الموضوع ده؟ لا بالظبط كده، هو علشان المصريين عموما بشكل عام هم عندهم ميل ورغبة أولا لزيارة المدينة وأداء مناسك العمرة بشكل خاص. يعني المسلمين عموما بيبقى عندهم الرغبة دي شديدة يعني، لكن المصريين بشكل عام يعشق تكرار هذه الزيارة وتكرار أداء الفريضة. حتى لما بيطلع هناك بيكرر اداء العمره نفسها اكتر من مره، يعني يخرج بره بره لوالده ووالدته بالظبط ويعيد مناسك العمره مره ثانيه، ثم يوهبها مثلا للاقارب له من المتوفين، زي لو كان والده متوفي او والدته متوفيه بيعمل العمره لهم اكتر من مره. وده حتى بيحصل يعني بيتكرر على مدار كل سنة، يعني يطلع كل سنة يأدي مناسك العمرة ويعملها أكتر من مرة، بل إنه يعني في شركات سياحة في مصر عامل حاجة اسمها عمرتين في عمرة، اللي هو يجي في نهاية شهر شعبان في العشرة الأواخر من شعبان والخمس أيام الأولى من رمضان، يروح يقضي أول خمس أيام في مكة ويعمل العمرة، بعدين يرجع للمدينة ويزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقعد خمس أيام كمان من شعبان، ثم يعود إلى مكة مرة أخرى يعود إلى مكة في الخمسة الثالثة يؤدي مناسك العمرة. طيب ده بالنسبة لنا بقى حكاية إن إحنا عندنا 900,000 وإن شاء الله ممكن نكمل مليون، ده اقتصاديا ميزة ولا عيب؟ على المستوى الاقتصادي أنت طبعا بالتأكيد بيخرج عملة صعبة، لأن المصريين أولا هو بيبدل الجنيه المصري بالريال السعودي، فطبعا أو بيبدله بالريال أو بيبدل الجنيه المصري بالدولار، فبالتالي انت بتستهلكي من رصيد الاحتياطي بتاع العمله الصعبه بتاعتك، فبيقل. يعني انت بدل ما بتدخلي عمله صعبه، لا هو في عمله صعبه بتخرج، بس ده زاويه من المساله. لكن على الجانب الاخر لما تبصي للصوره هتلاقي انه عندك حجم التدفقات السياحيه اللي جت لمصر في الفتره الاخرانيه من بعد 2010 كان في تراجع بسبب احداث ثوره يناير ثم احداث ثوره 30 يونيو، يعني في اربع سنين السياحه الخارجيه تاثرت بشده، واحنا عندنا اكتر من 2000 شركه سياحه. ال 2000 شركه دول جزء كبير جدا وجانب منهم كان بيشتغل في السياحه الخارجيه، طب النهارده ما بيشتغلش في السياحه الخارجيه، فمضطر يشتغل على السياحه الدينيه، على الحج والعمره، بالاضافه للشركات اللي كانت اصلا بتشتغل حج وعمره. طيب الشركات دي فيها موظفين وفيها وقايمه بتشتغل في السوق،
اذا توقف اذا توقفت العمره هتتوقف ارباح هذه الشركات، وبالتالي انت بتفقدي جانب، يعني في موظفين هيقعدوا في البيت، فانت قدام سلاح ذو حدين. فهنا المفروض يبقى في توازن الى حد ما. قبل كده كان طرح فكره انه اداء العمره يبقى ما يبقاش كل سنه، يعني ممكن يبقى كل سنتين مره، علشان تضمني انه ما فيش عمله صعبه بتخرج، او ان انت ما بتستهلكيش من احتياطي النقدي من رصيد الدولار بتاعي. لكن في النهايه خالص انت ازاء ظروف خاصه، لابد ان الشركات تشتغل في السياحه الدينيه دلوقتي علشان تقدر تعوض السياحه الخارجيه، رغم ان ده بيبقى له اثر سلبي على الاقتصاد القومي، لان بالتالي بتفقدي اذا يعني صعبة. في العام هو سيء على الاقتصاد لخروج العمله الصعبه من مصر، لكن نتيجه للظروف الراهنه وتراجع السياحه احنا بنتعامل معاه على انه ماشي الحال، يعني مكسب مؤقت بالنسبه لشركات السياحه عشان بالظبط. ما تقفش. بالظبط، لازم تستمر، لانه في عنده موظفين، والموظفين دول لازم وفاتحين بيوت، فلازم يستمروا، يعني لازم يستمر العمل. سيستم الحصول على التاشيرات بقى للمعتمرين المصريين، لان احنا كل شويه كده بنسمع عن ازمه في التاشيرات سواء بالنسبه للحج او بالنسبه للعمره، يعني ايه السيستم اللي موجود حاليا، وهل في بعض المساوئ اللي بتخلينا نسمع كل شويه عن ان في مشاكل، ولا ده طبيعي؟ لا، هو طبعا ده مش طبيعي، لانه يعني مثلا خلينا نتكلم عن العمره، بما اننا في موسم العمره والازمه اللي بتمر بيها حاليا. حضرتك لما بتيجي تجيبي تاشيره عمره او حابه انك تطلعي تأدي العمره، المفروض ان بينظم ده شركه سياحه. للاسف في المعتمر المصري وجزء كبير منهم هو بيلجا لحاجه اسمها السمسار او الوسيط، بيروح له هو بياخد الجواز سفر بيوديه لشركه السياحه، وبالتالي ممكن هذا الرجل ما يوقعش عقد اصلا مع شركه السياحه، يعني ما بيبقاش في عقد بينص على حقوقه اللي موجوده، زي مثلا الاقامه في السكن. يعني مثلا هو راح اختار برنامج، هي برنامج 5 نجوم طيران، فالمفروض ان هو بيسافر بطيران في تاريخ معين وبيرجع في تاريخ معين، وبينزل في اوتيل معين في المدينه، وبينزل في فندق 5 نجوم في مكه. تمام، ممكن ده ما يتنفسش. ليه؟ لان هو الراجل ما معهوش عقد بيضمنه الكلام ده، على عكس مثلا لو هو الراجل راح لشركه سياحه مباشره واختار البرنامج وطلب العقد ده وثبت فيه الرقم اللي هو دفعه وثبت فيه طبعا مش كل الشركات بتتصرف بالشكل ده، لكن بعض الشركات بتبقى ما بيديش المعتمر حقه. يعني بعض الشركات ممكن تتصرف بالطريقه دي، وممكن لانه جاي عن طريق وسيط او عن طريق السمسار، والسمسار بيبقى له نسبه، فكل ده بيأثر على اداء البرنامج نفسه. طيب التاشيره بقى، النهارده بتيجي شركه السياحه مثلا هي بتشتغل مع شركه سعوديه علشان تجيب لها التأشيرة، والمفروض ان الشركة السعودية دي كمان هي اللي بتقوم بحجز الفندق، وهي اللي بتقوم بكل حاجة للمعتمر هناك. لكن الواقع على الأرض ان الشركة المصرية هي اللي بتعمل ده، يعني الواقع بيقول على الأرض ان الشركة المصرية هي اللي بتحجز الأوتيل، هي اللي بتدفع فلوس السكن على مدار الفترة بتاعت الموسم. الوكيل السعودي هو بيبقى، او الشركة السعودية بيبقى دورها ان هي بتجيب التأشيرة. لما الشركات السعودية بتتعرض للإيقاف، يعني مثلا هو إيه أسباب الإيقاف اللي تعرض له الشركة؟ الشركة النهاردة عندها مخالفة. يعني إيه مخالفة؟ يعني أنا دخل عندي معتمرين في خلال المدة بتوع التأشيرة وما خرجوش، عملت تخلفات. ليه؟ لأنه في ناس مثلا بتروح هناك، يروح العمرة بتاعة رمضان مثلا ويتنوا قاعد للحج، لأنه هو مش قادر يحصل على تأشيرة حج، فيقرر إنه ياخد تأشيرة عمرة ويروح بعد كده يتن وقاعد في الاراضي المقدسه هناك في مكان ما بيخرجش منه ابدا، لغايه لما يجي موسم الحج يخرج، طالما هو لابس خلاص او احرم محدش بيقول له بصراحه، يعني محدش بيرجعه، طالما هو احرم موجود في الاراضي المقدسه محدش هيرجعه. ففي ناس بتعمل كده، فالمملكه بتشدد في المساله دي، وبتطلب من الشركات انه اذا انت النهارده دخلت 10 معتمرين لابد تخرج 10 معتمرين علشان انا ادي لك التاشيرات الجديده او ادخل لك الناس الجداد. اللي حصل انه مجموعه من الشركات اللي هم ال8 شركات اللي احنا اتكلمنا عنهم كان عندهم مخالفات، وبعضهم كان عندهم حاجه اسمها خروج وهمي. خروج وهمي بمعنى ايه؟ انه انا النهارده كان عندي 10 معتمرين دخلوا، ال10 معتمرين دول انا قدرت اخرجهم على الورق، يعني قدرت اتصرف واخليهم يظهروا كاسماء خرجت وغادرت المملكه، لكن هم في الحقيقه ما غادروش المملكه. لما السلطات السعوديه اكتشفت ده، فكان جزاءها على طول هو ايقاف هذه الشركات. هذه الشركات تعمل مع شركات سياحه مصريه او وكلاء مصريين. هؤلاء الوكلاء المصريين يقترب عددهم من حوالي 200,000 شركه، 200,000 شركه عندها حوالي 85,000 عميل حاجز عمره في رمضان. طيب ال 85,000 عميل دول
المفروض النهارده ان هم يبتدوا يكون جوازات السفر بتاعتهم بدأت تبقى جاهزه علشان يقدر هو ياخد النهارده التأشيره خلاص 15 ويسافر يوم يعني. بالظبط. طيب الثمان شركات طول ما هم في حاله الايقاف مش هتقدري تسفري المعتمرين. وبالتالي كان هنا لازم يبقى في خطوه اجرائيه تتم من جانب وزاره السياحه ومن جانب غرفه الشركات. الازمه هي كالتالي بقى، انه انا كمصر العلاقه اللي ما بيني وما بين الشركات السعوديه هي علاقه تجاريه مش علاقه رسميه ما بين الجانب المصري والجانب السعودي. يعني دور وزاره السياحه مع دور وزاره الحج ما فيش ضوابط بتقنن المساله دي، ما فيش ضوابط بتقول ان انا النهارده اذا السلطات السعوديه اوقفت شركات هيبقى مصير الكوتا بتاعت الشركات المصريه هيروح فين، يعني مصير 85,000 تاشيره دول يروحوا لمين او طب هو يتحركوا اصلا ازاي. مثلا مش احنا بنسمع مثلا السعوديه خصصت كذا الف تاشيره للمصريين هذا العام، بنسمع الكلام ده، ده بيبقى في ده الحج، بيبقى ازاي؟ الحج بس، في الحج بس، لكن في الحج العمره ما فيش لانه في نفس القاعده لا دي. لا في الحج لانه في ايه بقى، في الحج هنا في واحد لكل 1000، في تاشيره لكل 1000 موجوده للدوله. وده حتى السنه الجايه هيبتدي مصر تطالب بانه حصتها تترفع بتاعتها، لانه كان طبعا نتيجه للتوسعات برضو كان في تقليل 20% من حصه كل يعني كان مقللين من كل المسلمين عبر العالم. بالظبط عبر العالم. فمصر هتبتدي من السنه الجايه تطالب بعوده ال 20%، وبعد كده هتتقدم بطلب برضو علشان التعداد السكان بتاع مصر هو 90 مليون حاليا، لكن قبل كده يعني احنا كنا بنتحاسب على رقم اقل، فبالتالي كان حجم التأشيرات اللي بتيجي لمصر اقل من الحجم اللي هو يتناسب مع تعداد السكان. العمره ما بيحصلش فيها الكلام ده، العمره هي علاقه تجاريه ما بين الشركات السعوديه والوكيل المصري، وبالتالي لما بتحصل ازمه الطرفين بيبقوا هما الاثنين الموجودين قصاد بعض وبيحصل ما بينهم تفاوض مباشر. لكن على الجانب الرسمي وزاره السياحه ارسلت خطابين، احدهما لوزير الخارجيه المصري علشان يستطيع مخاطبه وزاره الخارجيه السعوديه، والاخر كان من وزير السياحه المصري لوزير الحج السعودي. ثم اعقب ذلك خطابين مره ثانيه كان فيهم استعجال، ودول ارسلهم وكيل وزاره السياحه اشرف عمر لوكيل وزاره الحج السعودي عيسى الرواص علشان يطلب منه الرد سريعا على المساله دي. على الارض الواقع انه وزاره الحج السعوديه لما اتكلمت في المساله دي كان كلام شفهي، ما كانش فيه ردود او مخاطبات رسميه، وهو الحل كان الحل البديل اللي هو فكره انه يتنقل الكوتا المخصصه للثمان شركات دول الى ثمان شركات ناشطه او عامله في السوق، بس هتتنقل بشكل تنازل. بشكل تنازل يعني احنا عندنا شكلين من المساله دي، شكل اما ان هو يحصل نقل للكوتا في شكل تبادل، يعني انا اقول لك ال 35000 85000 تاشيره دول بنفس النظام اللي كان متعاقد عليه الشركه المصريه مع الشركه السعوديه، يعني انا كنت متعاقد مع حضرتك مثلا على ان انا هاخد 10000 تاشيره بالاسعار الفلانيه للبرنامج فيتنقل بنفس الشروط. طبعا ده مش هيتم دلوقتي لانه انا ما عنديش عقد حاجه يمص ملزمه بالظبط كده، ما عنديش حاجه ملزمه تنص على هذا. فقال لي هيحصل انه هيتم التنازل من خلال الشركات الموقوفه السعوديه للشركات النشطه في السوق، ويبتدي المصريين يتفاوضوا مع هذه الشركات على البرامج من جديد. وده بالفعل اللي بيحصل دلوقتي، لانه في لجنه اتنقلت اول امبارح من غرفة شركات السياحة إلى جانب بعض أعضاء الجمعية العمومية للغرفة للمملكة العربية السعودية لمقابلة الشركات ومحاولة المفاوضات معها علشان التأشيرات. التأشيرات كده ممكن يعني سعر البرنامج بالنسبة للمعتمر يغلى بما أنهم هياخدوها؟ أكيد، لأنه التأشيرة هنا بتخضع لظروف سوق، أنت بتتكلمي عن علاقات سوق وبتتكلمي عن عرض وطلب. يعني مثلا لو إحنا بنتكلم عن عدد المعتمرين في وقارناه مثلا العدد اللي احنا موجودين فيه دلوقتي وقارناه بنفس الفتره من السنه اللي فاتت، هنلاقيه كان السنه اللي فاتت حوالي 820,000 في التوقيت ده. السنه دي بقى كام؟ بقى 901. تمام؟ ففي زياده في العدد، معنى كده انه في حجم طلب بيزيد في حين ان المعروض بيقل، والمعروض بيقل نتيجه لانه انا عندي توسعات في الحرم، عندي سقف للتاشيرات، فبالتالي ده معناه انه في حركه في السعر. سعر التاشيره بيختلف من بلد لبلد؟ سعر التاشيره سعر البرنامج. فهو مش هيقول هل هي سعر تأشيرة، هي هيقول البرنامج ككل هيزيد. البرنامج ده ممكن يزيد بالنسبه للمصريين عشان اقبالهم اكتر من شعوب تانية؟ لانه اولا كمان حتى الضوابط اللي احنا بنعملها، يعني مثلا احنا مثلا ما بنقيمش في اي مكان في المملكه العربيه السعوديه، يعني المصريين مثلا، وده حتى بيبقى واضح في ضوابط الحج لما بيجي يقولوا لا المسافه ما تزيدش مثلا ما بينك وما بين الحرم عن 1250 متر،
ده حدود السكن، ابعد سكن ممكن تاخده. لما تيجي ما تقيمش في مطالع، يعني ما تطلعش في مكان فيه مطلع، فبالتالي انت بتحددي نوع من السكن، وبالتالي بتحددي سعر معين لهذا السكن. يعني ممكن تبص تلاقي مثلا في المحيط اللي احنا بنتكلم فيه ده مفيش قدامك غير مثلا موفنبيك، هيلتون، كذا كذا، طبعا دي حاجات ارقام خمس كبيره، نجوم خمس كلها. نجوم، فبالتالي لها سعر مختلف. وكمان اسعار السكن بتختلف من وقت لوقت، يعني لو احنا بنتكلم عن عمره المولد فهتلاقي سعر السكن فيها مختلف عن عمره رجب، عن عمره شعبان، وشعبان في النص الاولاني يختلف عن النص التاني، وكمان دلوقتي رمضان هو هيبقى اغلى اللي هو حاجه، ذروه الموسم. ذروه الموسم حتى رمضان فيه 3 شرايح سعريه، يعني العشر الاوائل من رمضان غير العشر يختلفوا الاواخر طبعا. غير العشر الاواخر، العشر الاواخر ده اللي هو اعلى سعر في بما في ان الناس الموسم لسه ما كله. حصلتش على تاشيراتها، يبقى المرشح انها تكون في الاخر، يعني ممكن اللي بالظبط. يكون هيروح في رمضان في الاول ده حصل بالفعل على تاشيرته دلوقتي يعني هو وفاضل 15 يوم يعني. بالظبط، هو اللي رايح لغايه يوم 5 رمضان ده ما عندوش ازمه، لكن هو اللي هيبتدي يروح من بعد يوم 5 رمضان هي دي المشكله بقى. هل انا هستطيع، الشركات هتستطيع توفير تاشيرات للمعتمرين ولا لا؟ الازمه الثانيه هنا انه الشركات لانها دفعت فلوس السكن فعليا في الاوتيلات وفلوس الطيران، النهارده هو اصبح دافع الفلوس دي، لكن اذا لم يستطيع انه يوفي بالتزاماته هيبقى مضطر انه يرجع للمعتمر فلوسه، لان المعتمر ملوش ذنب في مساله ان هو ما قدرش يوفر البرنامج، لان هو الشركه عندها التزام قدام المعتمر دلوقتي، هو الراجل دفع الفلوس دي علشان يقدر يطلع في البرنامج ده، حضرتك ما قدرتش توفر له البرنامج ده انت لازم هترجع له الفلوس، وبعدين انت تحاول تسترد فلوسك بقى من الفنادق اللي انت كنت حاجز فيها، او تستردها من الطيران لو ما قدرتش تسفر الناس. ففعلا في ازمه. في امكانيه في كده يعني؟ هل من الممكن استرداد الاموال دي من الفنادق وشركات الطيران واحنا خلاص قاب قوسين او ادنى من رمضان؟ بالنسبه للشركه هو يقدر يسترد، بس بعد ايه؟ يعني بعد ما تدخلي في مفاوضات طويله وبعد فتره طويله، فبالتالي انت هيبقى الشركه عندها ازمه سيوله، لانه هيبقى مطالب في نفس الوقت ان هو يرد الفلوس دي للمعتمر لو ما قدرش يوديه. بس ده في حاله ان يكون في برضو حاجه مكتوبه زي ما حضرتك قلت، وعقد بينه وبين الشركه. بالظبط. طب في ناس بقى مش عامله العقود دي مصير اموالها ايه؟ لا دي هتبقى مشكله برضو يعني طبعا، بس هو في النهايه خالص الشركات بتدي ايصال، يعني هو الفكره هنا ايه؟ انه العقد بيحفظ لك حقوقك في مساله تحديد السكن، يعني وهو في الغالب يعني بنسبه كبيره جدا اغلب الشركات المصريه محترمه في التعامل يعني، انما اللي احنا بنحذر منه هو تعامل الشخص مباشره مع السمسار او الوسيط، يعني هو المفترض ان انا عندي شركه، فالمفترض ان انا اروح للشركه ما اروحش للوسيط. حتى في المستقبل يعني احنا في خلال 2 او 3، ومصر حاليا كمان بتعد لحاجه اسمها قانون المعاملات الالكترونيه على الانترنت، احنا هيبقى عندنا في خلال فتره قريبه حاجه اسمها الاي عمره، ان حضرتك تقدري تخشي تحجزي برنامج العمره بتاعك من على الانترنت. وده لما يحصل كمان يعني ده هيبقى فيه تطور قدام، هيخليكي تقدري تحجزي التيل بتاعك في المملكه العربيه السعوديه من خلال الانترنت، تقدري تحجزي تذاكر الطيران بتاعتك، تقدري تعملي التاشيره بتاعتك، وانت اللي تهندلي الرحله بتاعتك كامله. فيعني احنا المفترض ان احنا بنتقدم في المساله دي، فبس اهالينا بقى بيبقوا في الريف، بعض المدن او المحافظات الاقليميه ميال اكتر لانه يبقى بيروح مع للوسيط. مجموعة تبع ال يعني بيبقى في حد مثلا بيصلي معاه في المسجد، حد قريب منه متعود كل سنه ان هو بيدي له جواز السفر فهو يروح يحجز له العمره. يعني طبعا احنا بنقول يا ريت الناس تاخد بالها كويس من المساله دي، انه مساله الوسيط مساله يعني مش مضمونه، وانه انت روح مباشره للشركه اتاكد من ان الشركه دي موجوده ومسجله تابعه لغرفه شركات السياحه، وموجود لها ترخيص وتتبع وزاره السياحه، لانه بيبقى في رقابه عليها سواء من وزاره السياحه او من غرفه الشركات، وهو ده بيبقى الضمان لان انت لفلوسك ولان انت تحصل على الخدمه، لانه لو انت ما حصلتش على الخدمه او حصل اي مخالفه لبنود العقد انت هتقدر ترجع للشؤون القانونيه في وزاره السياحه او قطاع رقابه على الشركات، وبالتالي حقك مضمون ويتوقع عليه جزاء وغرامه لو خالف هذا العقد. اما لو انت مع وسيط معلش حقك صعب قوي ان انت تحصل عليه، يعني انت مش هيبقى معاك ورق، هيبقى كل المساله بالنسبه لك انه الحاج فلان هو قال لي انا اروح مع الشركه الفلانيه وهي هتهندل الرحله او هي هتعمل لي الرحله. لو في ازمه زي اللي احنا فيها مثلا دلوقتي وانت مع وسيط انت هتتصرف ازاي؟ يعني ده سؤال مهم جدا لازم المصريين يطرحوه على نفسهم.
احنا كل اللي بنتمناه واللي بيهمنا انه سلطات في المملكه العربيه السعوديه، يعني اشقائنا في المملكه العربيه السعوديه، يدركوا اهميه العمره بالنسبه للمصريين، واهميه انه ال 85 الف تاشيره دول يعني يتوفروا او ينتهي المساله بشكل سريع، خصوصا ان احنا عندنا يعني حتى الان لم نتلقى رد رسمي من المملكه العربيه السعوديه على الخطابات اللي راحت للمملكه في هذا الشان، يعني مفيش رد رسمي جه مكتوب بورق بيقول يا جماعه انه خلاص اتنقلت الحصه المخصصه للشركات اللي هي كانت موقوفه الى الشركات النشطه او العامله في السوق، وبالتالي انا يعني خلاص تبقى المشكله اتحلت. طب ايه البدائل اللي ممكن تكون مطروحه في الحاله دي؟ يعني دلوقتي احنا الميعاد بيقترب وفي تهديد للمعتمرين دول، فايه البدائل المطروحه من الجانب المصري ان هو ممكن يتخذها مثلا في المسار التفاوضي مع المملكه العربيه السعوديه؟ ولا هل ممكن نصعد الامر لمستوى اعلى شويه في الحكومه، رئيس وزراء او غيره، يكون يعني نوع من الود الى جانب المسار العملي؟ يعني هو المسار الرسمي اللي احنا مشينا فيه اللي هو ان مصر خاطبت من خلال وزاره السياحه ومن خلال وزاره الخارجيه المصريه وزاره الحج السعوديه يعني واشقائنا هناك يعني، واتكلموا معاهم في المساله دي. احنا في انتظار رد من اشقائنا. على الجانب الثاني الشركات بدات بشكل منفرد، بعضها بدا بشكل منفرد، وفي لجنه من غرفه شركات السياحه بتمثل الشركات انها تتفاوض مع شركات السياحه السعوديه يعني. بس هو زي ما قلت لحضرتك الازمه في انه السعر، هل انا النهارده البرنامج اللي انا كنت متفق على اسعاره مع وكيل تم ايقافه واتنقل لشركه سعوديه ثانيه نشطه دلوقتي في السوق، هاخد بنفس السعر؟ بالتاكيد لا. طيب وفي هذه الحاله بقى الفرق السعر ده هيرجع لمين؟ على المعتمر نفسه ولا الشركه هتتحمله؟ ولا ممكن المعتمر يرجع في كلامه يعني تروح الفرصه لمعتمر اخر؟ يعني الشكل يبقى ازاي ساعتها؟ يعني هو الاول خليني احيي حضرتك على السؤال، لان هو ده يعني ده لب المشكله اللي جايه في الفتره اللي جايه بقى. ليه؟ لانه النهارده اللي هيحصل لما انا اخد البرنامج او شركه السياحه تاخد البرنامج بسعر اعلى من اللي كان مقدر ليها، هي مش هتقدر تتحمل الفارق ده، لانها بالتالي هتحقق خساره بدل ما هتحقق ربح. يعني حتى هو لو عايز يوصل للتوازن في المصاريف، يعني يبقى اللي صرف مقابل اللي جه زيرو، ومضطر يرفع سعر البرنامج على المعتمر. فبالتالي اللي هيسدد هذا الفارق هو المعتمر، هو اللي هيتحمل هذا الفرق. احنا كل اللي بنقوله يا رب ما يبقاش الفارق ده فارق كبير. الازمه الثانيه ان انا مش هقدر الزم الشركه لانه ما فيش تسعير لبرامج العمره. يعني في بيتكلم عن رينج او عن حدود عامه بيمشي فيها. بالظبط. لانه حضرتك مثلا لما بتتكلمي عن الحج، لا انا عندي مثلا برنامج الاقتصادي له سعر، اولا انا في ضوابط بتطلع من وزاره السياحه بعد ما بتقعد مع غرفه الشركات بتحدد اسعار البرامج الاقتصاديه كام، بتحدد اسعار البرامج الاربع نجوم والخمس نجوم كام، و بتفتح يعني بتسيب باب مفتوح لبعض البرامج اللي هي فوق الخمس نجوم بقى، اللي هي برامج خاصه. يعني لو حضرتك مثلا عايز تطلعي مثلا قبل عرفه بيوم تروحي المدينه ومنه تنتقلي سريعه كده، يعني ده له سعر تاني مختلف يعني. ده بتبقى سايباه الوزاره ما بتحددلوش سعر معين، بس في النهايه خالص انا عندي اسعار في برامج الحج محدده، لكن في العمره ده مش موجود. طيب احنا بنتمنى ان شاء الله ان الازمه دي تنتهي على شكل يعني يحاول يرضي جميع الاطراف ويكون الخساره قليله او المعتمر يتحمل فرق بسيط ان شاء الله ويتمكن من اداء العمره. وانا يعني عندي اعتقاد انهم ممكن يتحملوا ده في سبيل انهم يطلعوا عمره، اللي جهز نفسه ويستعد نفسيا ان شاء الله يروح. بشكر استاذ هشام شوقي مسؤول ملف السياحه المصري اليوم، شكرا جزيلا لحضرتك ولايضاحك بالشكل ده للموقف الحالي. شكرا جزيلا ليك. تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين واعضاء تحرير البرنامج. شكرا ليك. بشكركم اعزائي المشاهدين، بكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده من برنامج الحصاد. غدا ان شاء الله حلقه جديده ومجموعه اخرى.
التالي. مراسلين.